هذا الأسلوب. خص المهرجان كان مساحة حرة. طارق مرحيم إطار إدارة المهرجان المكلف 5 عام لإدارة المهرجان. بالنسبة للتجربة مسرح مدينة مهرجان مسرحي دولي بهذه المواصفات في مدينة تجربة مهمة ومهمة جدا، باعتبار أن المهرجان ما كيقتصرش على الأنشطة اللي كتمرقوا فيه، بمعنى الأهداف والمراد من المهرجان ما مرتبطش بالفرجة والمتعة أو حتى الاستفادة من المادة المقدمة داخل المهرجان، بقدر ما أنه فرصة لتسليط الضوء على هذه المدينة وعلى هذا الإقليم الذي نتمنى له الأحسن، أحسن مما هو عليه، نتمنى له أحسن مما هو عليه. أكررها لأن بهذا الإقليم طاقات إبداعية خطيرة على جميع المستويات، طاقات إبداعية متميزة جدا تضطر للخروج من الإقليم لمناطق أخرى على تراب المملكة لإثبات ذاتها وإظهار طاقتها. فلماذا اتاحت الفرصة لهؤلاء الشباب وهؤلاء الطاقات لإثبات وجودهم بإقليمهم بمدينتهم؟ وهنا أؤكد على مسألة مهمة، إعادة الاعتبار للإقليم ليس فقط بالاشتغال على أشياء نربطها بالتنمية ونغفل العنصر الأساسي الذي هو تنمية العقول وتهذيب العقول وتربية الذوق، لأن الاستثمار في الإنسان مسألة أساسية ومفروضة علينا داخل المغرب الراهن، داخل المغرب الآن الذي يمشي بخطى ثابتة في اتجاه مستقبل زاهر. يبقى الاشتغال على العنصر البشري، وأرى أن الثقافة بشكل عام لها دور أساسي في تنمية قدرات هذا العنصر البشري ليواكب هذه الانطلاقة الجديدة لمغرب اليوم نحو الأفضل. وشكرا. شكرا لك أستاذ طارق.